صباح الخير يا متابعين فتح الفان الصباح لشركة وينزر بروكر. هذا ملكو كريم مجدي، اليوم 2/11/2020، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي. طبعا تداولات سلبية للجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي، وامتداد للتداولات الايجابية للدولار، وتفوق على كل الادوات المالية نتيجة طبعا انخفاض شهية المخاطرة والقلق من اقتراب الانتخابات الامريكية وارتفاع فيروس كورونا، وكل طبعا الاحداث اللي عاملة حالة اضطراب على الساحة العالمية. ما كانش عندنا يوم الجمعة بيانات من شأنها انها تؤثر على الذوق بشكل خاص، ولكن النهاردة هنكون في انتظار اكيد بيانات هامة من بريطانيا. ومؤشر مدير مشتريات الصناعي الشهري لشهر اكتوبر متوقع ليه 53.3، ودي كانت نفس نتيجة الشهر الماضي. ايضا من الولايات المتحدة الامريكية عندنا مؤشر مدير المشتريات الصناعي الصادر عن معهد ادارة التوريدات ISM لشهر شهر اكتوبر متوقع ليه 55.8، والشهر الماضي كان 55.4. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء السلبي الواضح بشكل كبير على الشارت، خط اتجاه هابط ممتد من اعلى ال 31.40 ومحافظ عليه بشكل كبير البريطاني، تصحيحات منضبطه جدا وتداول اسفل المتوسطات السعريه، اداء سلبي على مؤشر السار، اداء سلبي على مؤشر الفلات ترند. لسه طبعا مؤشر دي يمكن ما قلبش الاشاره بتاعته بعد اخر تصحيح، ولكن ما كانتش اشاره قويه وما ارتفعش بعديها الجنيه البريطاني بشكل كبير، وذلك كانت اشاره خاطئه مش هنقدر ان احنا ناخد بيها. بالنسبه للمؤشر الاستوكاست كمان بيوضح حركه تصحيحيه حصلت وانتهت وكانت صغيره جدا علشان يغطي الفجوه السعريه اللي فتح عليها الجنيه البريطاني، وبيعود مره اخرى الاداء السلبي، ولذلك نتوقع مزيد من الاداء السلبي بشرط كسر ال 28.90 علشان يروح لل 28.45، واخر نقطه عند 27.85. مره تانية كسر 28.90 وراها 28.45 وراها 27.85. السيناريو الاخر المعاكس اتحقق بكسر 29.90 وراها 30.50 واخر نقطه عند 31 فلات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد متداول امن، وبشكركم على حسن تابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.